ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملاحظة جيدة، يعني من الآن فصاعدا إن شاء الله نضع الرسم بدون شرح، بدون فيديو، بدون تعليق. شرط وصول لك الفيديو عن طريق إحدى روابطك أو عن طريق الماسنجر. يتم بعد أن تشترك، يعني مو تشترك بفلوس، لا، تشترك تضغط على كلمة اشتراك أو شير. لابد هذا الشرط الأساسي من الآن، من اليوم، من الليلة. وصعني فإذا شفت أنت فعالية تحتاجها أو تريد تتعلم منها، أنا قدمت أكثر من، يعني أريد أصل ل10,000 إن شاء الله. لكن يجب أن يكون هناك توزيع جيد لما نضعه إحنا على صفحة الفيسبوك، ومن دون ذلك نلغيها يعني. فأنت بأي مكان تشوف لي راح ألغي النشر الفيديوهات على اليوتيوب، حتى الاستديو مالي راح ألغي، ما أحتاجه بعد. فأنت تريد فعالية، اضغط على كلمة اشتراك حتى تظهر بالصفحة مالتك، حتى تنتشر أكثر، هاي الغاية. وإذا ما تريدها أوكي، ما في مشكلة، حتى اللايك. يعني اليوم أنا أرسلت الفعالية التدريبية مال التكتيك لتقريبا 10 أو 15، أرسلتها شخصيا، ما راح أعرضها، الفيديو راح لهم، كذلك هذا راح أعمل بي. فبقى الاشتراك معي مرتبط بضغطة واحدة، كلمة اشتراك، أو يسموها شير بالإنجليزي، أو اشتراك. حتى اللايك ما تقبل، لأن اللايك ما تنقل المنشور إلى صفحتك، بالعكس، وإنما راح تكون واسطة لتذكيرك بأن هنالك شيء جاء على هذه الصفحة. فالرجاء، الرجاء، الرجاء أن يؤخذ هذا الأمر بكامل الاحترام وتبادل المعرفة بتحضر كامل. إذن كلمة واحدة، شير، وأنا أروح أتأكد من صفحتك هل نشر عليها أو لا. إذا نشر أدز لك الفيديو كله بالمجان، لحد يسمع اشتراك ويقول أوه بدينا اشتراك. لا، ماكو اشتراك، اشتراك بالنشر وليس اشتراك بالمادة. أسأل الله لي ولكم أن نشترك جميعا في جنات الخلد، ونسير مطمئنين إليها برضا الرحمن وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم القيامة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. تحياتي جميعا.